انا طالع في الفيديو ده عشان اتكلم عن موبايلات من الاخر كده ممتازة، بس ما ينفعش انك تشتريها في 2021. مش بس هتكلم عن موبايلات، انا كمان هقولك على مواصفات. اول ما تشوفها قدامك ما تشتريش الموبايل اللي بالمواصفات دي، حتى ولو كان من اي شركة من الشركات الكبيرة والمعروفة، او حتى من الشركات اللي بتقدم قيمة مقابل سعر وليها سمعة كويسة جدا في السوق. بس طبعا قبل ما اتكلم في اي حاجة بقى، وبما اننا عاملين فيديو جريء كده والفيديو ده هيبقى تقبيط جامد، تنزل تخبط لايك للفيديو لو اول مرة تشوفنا، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد، وعشان نوصل 50,000 مشترك في اقرب وقت. يلا على طول كده انزل ادعس اللايك كده وادعس الاشتراك عشان نوصل لصح. اما دلوقتي بقى فخلينا على طول كده نخش في تفاصيل الفيديو. وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه ام كي ريفيوز، فيديو مختلف، فيديو ممكن يزعل ناس كتير، وفيديو ممكن يزعل بعض الشركات، ولكن كان لازم صاحبي ان انا اعمل لك الفيديو ده عشان تعرف ايه هي الموبايلات اللي انت ما ينفعش انك تشتريها، ما ينفعش انك تخاطر بفلوسك فيها، وكمان ايه الامكانيات اللي ما ينفعش ان انت تجيبها اساسا. والفيديو ده من الاخر كده انا هتكلم فيه من اول فئه ال1000 جنيه لحد فئه ال4000 جنيه، همشي معاك فئه فئه واقول لك ايه الحاجات اللي تتجنبها في الفئه السعريه دي. واول فئه معانا اللي هي فئه من 1000 ل 2000 جنيه، وهنا في الفئه دي ما تشتريش اي موبايل من اي شركه غير شركه شاومي. مش تطبيل ولا اي حاجه، ولكن للامانه ما فيش اي موبايل من اي شركه بيقدم قيمه مقابل سعر او بيقدم ماتيريالز وخامات كويسه تستاهل الفلوس اللي تدفعها غير شركه شاومي. وطبعا من فئه ال 1000 ل 1500 جنيه برشح على طول لريدمي 9A، وعندك من 1000 ونص لتحت ال 2000 جنيه 1800 1900 جنيه برشح دايما مي 9C. ده افضل تجربه ممكن تاخدها في الفئه السعريه دي، وده بفضل المعالج الهيلي جي 35 وال 3 جيجا بايت رام 32 جيجا ذاكره داخليه. ولو حد عنده اي موبايل شايفه منافس وشايف ان انا كلامي غلط، انزل تحت الفيديو ده في كومنت واكتب الموبايل اللي انت بترشحه في الفئه السعريه دي، وانا هطلع واتكلم عنه واقارن الموبايل ده بالموبايلات اللي انا بقول لك عليها دي. تاني نقطه في الفئه دي ما تشتريش اي موبايل بمعالج هيليو بي، هيليو بي 25 هيليو بي 35، هنا يا اما الهيليو جي يا اما سناب دراجون فئه ال 400. ده كده بالنسبه لاول فئه سعريه اللي هي من 1000 ل 2000 جنيه، وايه الحاجات اللي انت ممكن تتجنبها. نيجي بقى للفئه السعريه الثانيه اللي هي فئه من 2000 ل 3000 جنيه، وركز معايا شويه لان الفئه دي موضوعها كبير قوي الصراحه، وكذا موبايل كده هشاور لك عليهم كده بالاسم ما تجيبهمش. واول موبايل عشان الناس اللي بتقول انت بتطبل لشاومي، هو من شاومي ريدمي نوت 8 2021. ما تجيبش الموبايل ده، مش لحاجه، مش عشان الموبايل ده سيء ولا بيقدم تجربه سيئه، بالعكس الموبايل بيقدم تجربه كويسه جدا وخصوصا في نقطه الالعاب. ولكن بقول لك ما تشتريش الموبايل ده لان في موبايلات تانية من شاومي ومن شركات تانية بتقدم قيمة احسن من الموبايل ده مقابل سعر. الموبايل ده تحس ان هو نازل ملوش اي لازمة في الفئة السعرية دي. هل بقى النوت 8 2021 ده ما اشتريهوش خالص؟ لا، لو انت شخص بتدور على احسن تجربة العاب، ريدمي نوت 8 2021 هو احسن تجربة العاب. ولكن في موبايل تاني من شركة انفينكس زي الانفينكس هوت 10S، الموبايل ده بيديك نفس تجربة الالعاب، ده زائد كمان انه بيديك شاشه 90 هرتز وبيديك مواصفات افضل من الريدمي نوت 8 2021، فعشان كده استبعدت الموبايل ده. تاني حاجه، اي موبايل من شركه ريلمي من فئه السي، ريلمي سي 11 سي 25 سي 3، اي سي من ريلمي بلاش تشتريه، زائد كمان موبايل من ريلمي، ريلمي 6i. وده لسبب بسيط، لان شركه ريلمي من فئه ال 1000 ل 3000 جنيه بتقدم موبايلات فيها مشاكل كتير، موبايلات فيها حساسيه لمس، وكمان خامات الصناعه مش افضل حاجه، تحس ان هم بيسترخصوا في الفئه السعريه دي. فعشان كده بقول لك ابعد عن ريلمي. واكبر سبب هنا ان هم دايما بيقدموا لك مايكرو يو اس بي، دي حاجه غير مقبوله تماما في 2021. فعشان كده اي موبايل تلاقيه من ريلمي، ريلمي سي بناقص منه تماما، ودي للامان. انت بقى شايف ان انا بطبل ومش عاجبك، ممكن تروح تشتري ريلمي سي عادي، وبعد ما تجيبه ساعتها تعرف ان انا كان كلامي صح، وان الموبايل ده فعلا ما كانش لازم انك تجيبه تماما. اي موبايل من شركه انفينكس غير سلسله النوت اللي هو النوت 7 والنوت 8 وكمان موبايلين الهوت 10 والهوت 10S، اي موبايل تاني بقى غير الاربع موبايلات اللي انا ذكرتهم دول ما تشتريهوش تماما، لانه ما بيقدمش قيمه مقابل سعر، زائد كمان ان في نسخ منه كان فيها مشاكل كبيره جدا، منها مشاكل في الشبكه، منها موبايلات بيقل ادائها مع الوقت. يعتبر اكتر موبايلات من انفينكس اثبتت وجودها انفينكس نوت 7، انفينكس نوت 8، انفينكس هوت 10S، هوت 10 العادي، دول اكتر اربع موبايلات من شركه انفينكس ما فيهمش مشاكل كتيره، يستاهلوا فعلا انك تدفع فيهم المبلغ اللي بتدفعه. اما بالنسبه للنقطه اللي بعدها، اي موبايل من شركه سامسونج هنا بلاش، بلاش غير في حالتين بس، لو انت شخص بتحب سامسونج، تاني حاجه لو انت عايز تجربه استخدام مستقره، لكن لو انت بتدور على الالعاب، بتدور على قيمه مقابل سعر، بلاش سامسونج في الفئه السعريه دي تمام. اما بالنسبه للنقطه اللي بعدها،
اي موبايل بشاشه اي بي اس اتش دي بلس بناقص لو 60 هرتز. لو هتلاقي موبايل بشاشه اي بي اس اتش دي بلس مع 90 هرتز مقبول. النقطه اللي بعدها اي موبايل بشاحن مايكرو اس بي، ولكن في نقطه، لو الموبايل ده بشاحن مايكرو اس بي بس بيقدم لك شاشه واداء قويين جدا وبينافسوا في الفئه السعريه دي مفيش مشكله، لكن لو الموبايل ده بيقدم لك مايكرو اس بي واداء ضعيف وشاشه الى حد ما مقبوله بناقص منه تمام. اما بالنسبه للنقطه اللي بعدها، اي موبايل بمعالج من سناب دراجون فئه ال 400 430، اي حاجه من ال 400 عامه بناقص. هنا تبدا من فئه السناب دراجون 600، والافضل انك تركز في الميديا تك هيليو جي من اول هيليو جي 70 وانت طالع، وهنا تاخد تجربه العاب احسن كمان من معالجات سناب دراجون فئه ال 600، لان معالجات الهيليو جي من ميديا تك مخصصة بشكل كبير للألعاب. كده خلصنا فئات من 1000 ل 2000 ومن 2000 ل 3، وقلت لك على الموبايلات اللي ما ينفعش ان انت تشتريها. تعالى بقى من الفئة السعرية بتاعت 3 ل 4000 جنيه وركز معايا شوية كده، لان هقول لك برضو شوية موبايلات ما ينفعش انك تجيبها ويستحسن انك تسمع الكلام وتبعد عنها، لان الموبايلات ده عن تجربة شخصية، موبايلات ما تستاهلش الفلوس اللي هتدفعها. الافضل انك تجيب موبايلات تانية، وانا طبعا عملت فيديو عن افضل موبايلات من 3 ل 4000 جنيه سيبه لك هنا في الاي فوق. اول حاجة هنا في الفئة السعرية دي موبايل من شاومي ما ينفعش انك تفكر فيه، وهو ريدمي نوت 9. ليه ريدمي نوت 9 بالتحديد؟ لان الموبايل ده مشاكله كتيره جدا اكتر كمان من الريدمي 9 اللي هو المفروض ارخص منه. ده يعتبر اسوأ موبايل جربته من شاومي في الفتره الاخيره، فبناقص انك تفكر في الموبايل ده اساسا، تجنبه تماما، خليك في الريدمي نوت 10، بلاش الريدمي نوت 9 ده خالص. تاني موبايل بقى انفينكس نوت 10 العادي مش البرو، لان هنا انت عندك موبايل منافس شرس ليه وبيتغلب عليه كمان، وهو الريدمي نوت 10. الموبايل ده بيقدم تجربه افضل منه بكتير وشاشه افضل منه بكتير. لو عايز تجيب من انفينكس خليك في النسخه البرو مش النوت 10 العاديه. في ناس كتير بتسالني عن موبايلات تي سي ال، فبناقص انك تجيب اي موبايل من تي سي ال، مش لان الموبايل وحش، بالعكس الموبايل كويس جدا، ولكن الموبايل ما بيقدمش افضل قيمه مقابل سعر، زائد كمان ان خدمات ما بعد البيع مش قد كده، لان شركه تي سي ال لسه شركه جديده في السوق وخصوصا في مجال الموبايلات. لو اتكلمنا عن شاشات فتي سي ال شركه عملاقه ومعروفه، لكن سوق الموبايلات عامه تي سي ال لسه شركه جديده، اكسسوارات الموبايل خدمات ما بعد البيع مش هتلاقيها افضل حاجه. ده زائد كمان ان انت لو شخص اشتريت الموبايل وبتفكر تبيعه بعد فتره، الموبايل مش هيمسك معاك اي فلوس تماما. فلو انت شخص من النوعيات دي اللي بيجيب موبايل وعايز يبيع ويحدث ويجيب موبايل بعده، بلاش شركه تي سي ال في الفئه السعريه دي، وبلاش اصلا شركه تي سي ال عامه. اما بالنسبه للنقطه اللي بعدها واحد عليك تاني، سلسله السي من ريلمي بلاش. هنا لو عايز حاجه من ريلمي خليك في ريلمي رقم ريلمي 6 ريلمي 7. اما بالنسبه للنقطه اللي بعدها شركه فيفو، بلاش شركه فيفو، لان مفيش اي قيمه مقابل سعر تماما. شركه من الاخر ما بتقدملكش موبايل بمواصفات تستاهل الفلوس انك هتدفعها. هي مجموعه البي بي كي عامه مؤخرا كده ما بقوش يقدموا قيمه مقابل سعر تماما. ممكن شركه ريلمي ماشي معاها الموضوع ده وفي ناس لسه بتشتري لها، لان شركه ريلمي بقى لها فتره في السوق المصري وتعرفت وموثوق فيها وبتقدم تجربه استخدام كويسه جدا. ولكن شركه فيفو لسه نازله السوق المصري، ما اعرفش ايه الفكره ان هم نازلين كده، اول ما بيخش على طول احنا مش هنقدم قيمه مقابل سعر. فاذا شركه فيفو ما تفكرش فيها تمام. اما بالنسبه للنقطه اللي بعدها بقى، فما تفكرش في اي موبايل شاشته اي بي اس فول اتش دي بلس 60 هرتز. هنا يا اما تاخد اموليد 60 يا اما تاخد اي بي اس فول اتش دي بلس 90 هرتز. هنا 60 في اواخر 2021 ده حاجه مش لطيفه تماما، ولازم تاخد بالك من الحاجات دي وبس كده. دي كل الموبايلات وكل الامكانيات اللي ما ينفعش تفكر فيها في 2021. فيديو جريء حبتين بس كان لازم اطلع واعمله، عشان في ناس كتير لسه لحد دلوقتي ما عندهاش الثقافه دي وبتتخدع، خصوصا محلات الموبايلات اللي بتحاول ان هي تبيع اي موبايل ويسيب الموبايلات اللي بتقدم قيمه مقابل سعر عشان بتتباع كتير، ويرشح لك موبايلات ثانيه مركونه عنده ويقول لك الموبايلات دي كويسه. والموضوع ده حصل مع ناس كتير قوي اعرفها وناس كتير قوي كمان ما اعرفهاش، لمجرد ان البياع اقنعه ان الموبايل ده كويس جدا. فكان لازم اعمل الفيديو ده من الاخر عشان الفيديو ده يكون مرجع ليك ترجع في سنة 2021 كلها عامة. فمن الاخر كده لو عجبك السلسلة دي او الفكرة دي، فتنزل تحت الفيديو ده في كومنت على طول وتكتب لي كومنت انك محتاج المعلومات دي او محتاج السلسلة دي على الفئات الاعلى من 4000 جنيه، من 4000 واحنا طالعين. وطبعا يا صاحبي مش هوصيك انت تنزل تخبط اللايك، ولو لسه ما اشتركتش فانت تخبط الاشتراك طبعا بعد ما سمعت المعلومات دي، وفعل زر الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. وكالعادة اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.